في قبو صغير غير لائق للتدريبات وتتجول فيه الروائح الكريهة مع غياب الأكسجين، يتدرب أبطال العراق والعرب والعالم بالمويتاي تحت شعار المنتخب العراقي. سياسيون زاروا تدريبات المنتخب واندهشوا لحال اللاعبين وكيف يحصدون البطولات ويرفعون العلم العراقي ولا تتوفر لهم أبسط مستلزمات الحياة الرياضية الطبيعية. الفريق بحاجة إلى اهتمام أكبر، أدعو الجهات المسؤولة سواء كانت اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب للاهتمام بهم، خصوصا أنهم على مقبلين على بطولة عالمية. أتمنى أن توفر الحدود الدنيا من المستلزمات الرياضية ومن الدعم المادي. استغربت من وجودهم في قبو يعني تحت؟ والله يؤسفني أن أرى هذا المكان لا يليق بمنتخب ولا يليق برياضيين، وأتمنى على الجهات المعنية أن تسمع هذا الصوت، وليس صوتي فقط وإنما أنتم شاهدتموه أيضا. المنتخب مقبلون على بطولة العالم في ماليزيا الشهر المقبل، وسيدخل البطولة العالمية وهو بطل لأمم آسيا التي جرت في أندونيسيا. معسكر الداخلين دخولا لبطولة العالم في ماليزيا لاستقام الشهر الخامس، الحمد لله والشكر. نطمح باللاعبين بأن يحصلون الميداليات ويرفعون اسم العراق، إن شاء الله نرفع اسم العراق في المحافل الدولية. ويشارك في هذه البطولة أكثر من 1000 لاعب يمثلون أكثر من 90 دولة. هذه البطولة من أقوى البطولات التي سيشارك فيها منتخبنا الوطني وأبطالنا في رياضة المويتاي، سيشارك تقريبا أكثر من 93 دولة حسب الإحصائية الأولية من الاتحاد الدولي، ولا يقل عن 1000 لاعب. بالحقيقة المنتخب الوطني للمويتاي مستعدين. ويعيش اللاعبون في أوضاع صعبة، لكنهم دائما ما يتفوقون على تلك المصاعب في سبيل رفع اسم بلدهم عاليا في المحافل الدولية. أكثر اللاعب هنا أنا أبطال واللاعب، وأكثريتهم عندهم ذهبيات، وشوية صعب تحافظ على الإنجاز أكثر من ما تجيب الإنجاز، وتوفيق من الله إن شاء الله. أحمد قاسم، الحرة.